السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. السلام عليكم، شجان بخير، نتمنى اريم بخير وعلى خير ان شاء الله. ونبقى نوض غومش هنا مي غادي تكون الساعه ديال شويه كرابونيطا، روحان كرابونيطا. جيت لهاد البلاصه هادي خوتي، ودابا عندني ندوز لكم كرابونيطا، شاطئ كرابونيطا كما كتشوفوا. احنا وصلنا يعني داك البلاصه كرابونيطا، واش تورانا هنا كرابونيطا كش لي صار ربيع ليس ليس المنظر ضيسي. الباركين لا مليح بزاف، في واحد باركين زوين بزاف، لان كيعز بزاف السيارة، البارك ديال السيارات والبارك فين لعبو الدراري والقهاوي، فيه واحد ثلاثة القهوة ولا أربعة تبارك الله، يعني مجهز بزاف. وكما كتشوفوا دابا حيت مع كورونا دابا كل شيء شد، لو كان ماشي كورونا يكون بعدا بالليل مور المغرب يكون كل شيء حل، ولكن دابا هذا الشيء اللي عطانا بعد ما نديرو، دابا خصو غير يصبر وصافي، راه كل شيء دايز. قبل ما خصو يبقى دابا في دارو يصبر هاد الأيامات اللي يعني اللي قدر علينا الله، بعد ما نديرو هاد الشيء اللي عطانا. بدا خصو يصبر الصبر الصبر، لأن ملي كيصبر دايما هو رابح. تسرى ميتنا أقا كرابونيطا مشتورة، يعني أعرف عليه كل شيء لزيزة. تبارك الله كلشي لذيذة الصراحة. إوا مقا الكرابونيطا زايد مع ربيع، كلشي لذيذة تبارك الله. يعني إجا المنظر مليح بزاف، زايد مع زايد هذا المنظر كلشي جا تبارك الله، كلشي لذيذة. يكون زايد بخير كلشي لذيذ كيما سمعتو خويا، داك الشتا اللي طرح تبارك الله الصراحة. شوف على الشجور تبارك الله كي ولاو خضر كل شيء. احنا غنبقاو هنايا نشوفوا شوية المنظر من هنايا. هاكا مشطورة ميتنا كرابونيطا، جوج المنظر عجيب. كرابونيطا ميتنا مشطورة، القهوي قالو قبل العنت، وقي كورونا يا دار نضل كلشي بالله. واش تبارا او نهار الحياة صح، اليوم البحر هادي 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 بزاف. شوف واش ما في جرب ياسا بزاف الصراحه، عسى بزاف. خلاصنا هو نمشي لغير البحر، غنخزع في المنظر ماشي تجاريها. هاكا مشطورة من القهوة ياك خادة مدي من غير يعني الشتوى، خدام بزاف الصراحة. تيري بونو تخدم بزاف، يعني زدقيج موقع استراتيجي الصراحة. هاكا مشطورة من كرابونيطا هنا، شحال إذا عوم خلاكمش أنا، كما كتشوفو أخوتي شحال عمت هنايا في هاد البلاصة هادي، وشحال كنت غادي نغرق النيت. هاد البلاصة شوية راه شوية صعيبة، ماشي بحال أنا كنت صغير ديك الساعة، يعني هو راه غارق شوية هاد البحر شوية، يعني هاد البلاصة هي شي صعيب على كسمت على كيمادو. كيمادو هو ساهل خصوصا حتى للدراري الصغار. هادي هاد البلاصة هادي راه صعيبة شوية، بلا ما يرد البال يرجع هنا، سورد البال.
لان كما كتشوفوا هذا راه غارق، تزيد واحد المتر لقدام تلقى الغرق، الغرق ماشي بحال ماشي بحال كيما هذا باش تسرى ميتنا. يعني مش انا كرافوني تنطيقاق شي حاجه، ورجم حنا البحور عندنا ورجم حنا كيما هذا باش تورى ميتنا نويهم دغا. يعني هاد المنظر عجيب باش تورى ميتنا. شوف شوف هاد المنظر عجيب دابا راني هاكا تروح نمشي هاكا غير وسط الغمام. زاد تبارك الله المنظر دابا كمان هاد المنظر عجيب. زاد يا تما زاد هاكا تبارك الله. زاد شحال إلا عاوم خدمت أنا وكا هنا، شحال عاوم أنا في هاد البلاصة. تبارك الله زاد يا تما المنظر دابا عجيب. شطري لاخو ديالي تفزقو هاو هاكا على منظر هنا زوين تبارك الله. دابا ضربات فيا الشمس ما كنشوف والو الصراحة. شدا يفوش ما كنريح والو. هاكش المناظر إذا رايحنا مناظر زوينين بزاف. فاش كنا صغار كنا كنطلعو على هاد الحجرة هادي وكنبقاو نحو راسنا في الماء. يعني كيجينا داكشي زوين بزاف وفعلا داكشي راه زوين الصراحة. علاش انا قلت لكم راه غارق؟ لان غير من شوفوا غير من هنايا لهنايا كتلقى الغرق. يعني بلا محسور رد البال وصافي راه الحراره غارق ماشي بحال كيما هادو. مش حيت عجيبه هذه الفزرويه واد نقز جاني حنجره تريين ديها واد واد زعما زعما لا توصح من وين السنه دي عمنا دي هذه يعلم قلنا راه اي سهر ما نولي شي حاجه تقصح. يعني كل شيء ممكن. هاك مشطوره من هنا وخا ندري اكس وغا كنت يسير ويروريا خوز رويا. هاك مشطوره من المنظر العجيب، المنظر رائع. لذيذ ما لذيذ ما هي المناطق اللي تعمل هذا المنظر عجيب. شفت عجيب مزوار ذا خوز رويا ديها تودين زغزغ من ديها وتراح ديها وزنعاود تنقز غد السيا. واش انا مرة نعوم ذا يسلم الجو مزيان الصراحة. شوف هكا خراب ولا عم الصراحة كيما كتشوف اخوتي احنا يدوزناكم داكشي اللي غيعجبكم ان شاء الله. هاد المناظر كيعجبوني بزاف الصراحة. شوف ظهري هنا شي نلقى ندقي كيدوم نزودنا الصراحة. شوف المنظر رائع زهير زهير المنظر 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 رائع الصراحة. هكا دوك انا نكفي تماني زهير فينا رموشت كرافونيطا. الله منظر اروح هي تما هاكم ريحة مليح. راني راس شوية طويلة باش توريخ لأن توريخ والو تهزش هاكا روحي تبانيت شي حاجة. هاكا مشهورة ميت مع المنظر الكرافون تاج المنظر لا مليح بزاف. شتا عجبني الزروفين لا تاري خاص و نقز غير روحها. هاكا تبارك الله يجن الهدوء نهار ربحا ياسا. شوف هيك ياسا بزاف زاهر بزاف ياسا بزاف الصراحة.
عندنا شوية في الجهة تاع نجيو شوية لهاد الجهة نشوفو هاد البلاصة. هاد الحجرة هادي تبارك الله أمانة غسان عطينا كاع بلا بيسين كيما كتشوف أخوتي البحر هادي تقول راه لا بيسين هادي الصراحة. شوف على منظر كيف داير شوف شوف أخوتي على منظر تحت داك داك الحجر راه كنا كندخلو في داك الغار راه هو لهيه إذا كتشوفو داك الغار كاين جوج ولا ثلاثة هاهو كيما كتشوفو هنايا كان عاود تاني لاخر واهو لأن دابا الشميشة كضرب فينا الشميشة مكنشوفش مزيان الصراحة تبارك الله على منظر نتمنى إن شاء الله أيتماكم يعجب الفيديو مشينا قندق المجهود المخ هذا المنظر رائع هذا المنظر مخيع والله هذا المنظر عجيب صراحة شوف عيت معاه عاوتاني جيتي شوف اخوتي عاوتاني واحد المنظر زوين هاكا في البلاصة شوف 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 على منظر شوف شوف تبارك الله تبارك الله تبارك اجا كافن شي غزالي المنظر صافي والله شي كافن شي غزالي شوف هاي هنا المناظر غا غنمشي ليه مع النخل الحمد لله اخر المناظر لا مليح بزاف يعني اني ويسين القيمة الناس ويسين والو عاد الصراحة لان منايا وزمات حتى في يعني دي الدول النغنيت الحمد لله المغرب نخليص يعني المناظر زوينين بزاف وسمعت اخوتي الحمد لله بلادنا راه فيها المناظر زوينين بزاف واحد الهدوء تبارك الله احنايا كما كتشوفوا غادي نطلعوا دابا الفوق السرا ما يتمروها نمشي انا ريم اكم خز اكم نحط خزام ديرو حار الشقه التاريخ المنظر رائع الصراحه هاكا باش تورا عيطنا الساكا بانيس كيما كتشوفو من هنايا نحنا يطلعنا نحنا يطلعنا كيما كتشوفو هاد المنظر زوين تبارك الله وحنا يتشهينا فوقاش غيطلقونا ان شاء الله غيطلقنا هاد المرض ان شاء الله والله اللي مريض واللي يتقاس الله يشافيه ويعافيه نتمنى بغيهما بعد يتشافوا هذيك هي الدنيا وما فيها نقول لكم صراحه ما حنا الحمد لله نصبروا نصبروا ونبقاو في الديور حتى يقولوا لنا المسؤولين راه
نقدر تخرجوا دابا، لان هذا الشيء راه مصلحتنا حنايا، اللي خصو يصبر وصافي. راه اللي كيصبر هو دايما رابح الصراحه، بعد ما نديرو، لان راه هذا الشيء عالمي ماشي غير هنا في المغرب. حنا في المغرب الحمد لله يعني داروا معنا اكثر من مزيان، نقول لكم الصراحه، لان يعني داروا معنا واحد المجهود كبير بزاف. يعني كتشوف السلطات مساكين كيطلوا في الشوارع، والبوليس مساكين، الشرطه زعما، وانا فوقاش كنشوفهم هكاك، والله العظيم اللي كنأسف ليهم، نقول لكم الصراحه، لان مساكين راه حتى هما بحالنا بحالهم. انا اصلا غير كنتمشى شويه وكنعيا، وخلي دابا هما مساكين اللي كيبقاو نهار كامل واقفين، زعما الله يحسنهم، الله يصبرهم، الله يعطيهم الخير. الصراحه كيديروا معنا واحد المجهود كبير. ياو كما كتشوفوا اخوتي، حنايا دوزنا لكم كرابونيتا، هاي تما مشتوا نصعدو من كرابونيتا، ونتمنى ان شاء الله اقرب وقت ان شاء الله نجيو نعومو ان شاء الله. ربي ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله، وربي راه كبير، كون فيكون الى بغى شي حاجه كون فيكون. ربي يسهل علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، ربي يعطينا صحتنا وصحتكم، وعواشكم مبروكة بصحة والسلامة باش ما تمنيتو ان شاء الله. ايوا خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد المنظر عند كرابونيتا زوين بزاف، الناس كيتصور يسروانا في العشية، يعني لو كان ماشي كورونا تلقى الناس يعني في العشية كلشي كيديرو، خا مول المغرب تلقى الناس هنايا تبارك الله غير كيتسراو، لأن الحمد لله يعني عندنا الأمن، هذا هو أحسن ما كاين الصراحة. ونتمنى من الله الخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.